برحب بحضرتك استاذ بشير. استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك استاذ بشير. يعني احنا عايزين نستوضح الموضوع من جانب وزاره التربيه والتعليم، ولو في اي سوء تفاهم او التباس عند الناس حضرتك موجود معانا على الهواء توضحه. خليني اقول لحضرتك انه 3882 طالب. ده في اداره اقصى التعليميه في الفيوم. تمام. تم تطعيمهم كلهم فقط زي ما قال الدكتور خالد مجاهد، ولد ما كانش فطر او شيء من هذا القبيل. التانيين بالايحاء 11 طالب، تم توقيع الكشف الطبي عليهم كلهم، واللي كشف بنفسه عليهم دكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وكلهم خرجوا دلوقتي حالا وانا بكلم حضرتك. قبل يعني من 10 دقائق كان كله خارج من المستشفى. اللي عايز اقوله، يمكن انا يعني مش هضيف كتير على اللي قاله دكتور خالد مجاهد يا استاذ شريف، لكن اللي عايز اقوله، هل تعلم ان هذا الخبر مين اول حد بثه؟ مين؟ قناه مكملين الاخوانيه. وقناه الشرق الاخوانيه. وكاتبين استرباية وفاه 100 طفل. بسبب التطعيم. هل تعلم ان بعض المواقع للاسف المصريه خدت من قناة مكملين وكتبت؟ ألا تعلم أن هناك استهداف من هنا لحد 11-11 للدولة المصرية ونشر الشائعات تمهيدا لنشر فوضى؟ هل إحنا وصل بنا الحال أن إحنا ناخد من قناة ناخد من قناة مكملين للأسف؟ هل وصل بنا الحال يا أستاذ شريف أن إحنا نكتب الخبر قبل ما نرجع للمصدر؟ انا يعني عايز اقول حاجه، انا اربق بالمواقع المحترمه عشان بس يحصل في غربله للمواقع في الفتره اللي جايه. اربق بالمواقع المحترمه ان هي لا تبحث عن شيء اسمه السبق، وانا صحفي وبقول كده وعندي برامجي وبقول كده. خلينا نتخلى عن حاجه اسمها السبق الصحفي في الفتره اللي احنا فيها دي، وحتى اقل شيء، اقل يعني شروط المهنه، انه ارجع للمصدر اقول له هل حصل عندك حالات تسمم ولا لا. عندك مصدرين، عندك وزاره التربيه والتعليم وعندك وزاره الصحه. لما يكون 3882 طالب تم تطعيمهم والطلبه زي الفل، وواحد يجي له قيء، فبالايحاء التانيين يجي لهم قيء فيتنقلوا 11 طفل للمستشفى ويخرجوا كلهم، والمحافظ بنفسه يكون معاهم، ومدير مديريه التربيه والتعليم الدكتور عادل عبد المنعم يكون معاهم، ويتواصلوا مع وزير التربيه والتعليم ويتواصلوا مع وزير الصحه، ومفيش اي حاجه، الاقي الخبر على قناه مكملين، وللاسف بعض المواقع المصريه نقل عن قناه مكملين. طب ارجع للمصدر، ارجع شوف الخبر صح ولا غلط قبل ما تقول هل ده وقت ان احنا نبحث فيه عن السبق الاعلامي يا استاذ شريف. معاك حق، معاك حق، بس هي حضرتك يعني اشرت للموضوع بحصافة. يعني هو كله قبل 11-11 بيحاول ان هو يعمل اي نوع من انواع البلبلة في الشارع، وبيستغل طبعا وسائل التواصل الاجتماعي علشان يوصل بسرعة، والموضوع بيتاخد كده يعني بيختلط في حابل بنابل. انا بشكرك انك ناقشت هذا الخبر بالتحديد، لان هتلاقي قنوات الاخوان النهارده شغالين عليه. والله يا استاذ بشير انا معمول لي منشن على الخبر، يعني الناس بعتالي، يعني انا كمان داخل في القصه، لدرجه ان احنا طلبنا من الزملاء هنا في الاعداد يتاكدوا. بس انا عايز اقول لحضرتك هم بينتشروا، يعني هم بينتشروا جدا. طبعا انت هتلاقي من هنا لبالليل هتلاقي ده، وهتلاقي ده كل يوم على فكره. معاك حق، هتلاقي ده كل يوم في الفترة اللي جاية. فأنا عايز من الزملاء أرجوكم يعني 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 تحروا الدقة في كل ما تكتبون. مزقوق بينكم ناس، أنا عايز أقول لك في ناس في برامج التوك شو بيقولها إخوانية، وفي في ناس في المواقع بيقولها إخوانية. فاللي عنده حد إخواني أيها الزملاء الأعزاء بالراحة، ويستوثق من اي خبر بيجيبه له قبل ما ينشره او قبل ما يذيعه. انا بشكرك، بس ده المطلوب من هنا ل 11-11. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كمان على سرعه التواصل استاذ بشير حسن، المتحدث الاعلامي والرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم نافع.